كاميرا خفية السيرك نتاع علي الشابي اللي جي على قناة التاسعة. كاميرا خفية ذي حقيقة عملت بوز كبير السنة وجبدت نسب مشاهدة عالية وعالية جدا، لكن مؤخرا كانت محور جدل وحديث كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب النمر اللي يستخدموا فيه واللي يظهر انه مقلعيله الانياب متاعه. حقيقة برشا تحركوا عباد وخاصة المدافعين على حقوق على الرفق بالحيوان والجمعيات هذيك الكل، وقالوا اللي هما شيشكيوا للهايكا وشيشكيوا يعني للسلطات المعنية باش تتخذ إجراءات. وصلوا قالوا اللي هما حتى شتقدموا قضية للقضاء ضد على الشابي على الممارسات اللي عملها واللي تتسمى انه عذب حيوان ما عنده حتى ذنب جيست باش يضحك العباد. على الشاب يسمع بالحكاية ذي وصلت له، يعني كما تشوفوا في التصور معنا الناب مقلع فعلا متاع النمر، لكن على الشاب يرد ومسكتش وقال كثر الهم يضحك والله. ورد في تدوينة أخرى قال اللي النمور هذيك معمولة خصيصا للسيرك وهو استعملها ومثل بها وهي ديجا موجودة في السيرك ما غير أنياب، يعني هو ما عنده حتى دخل، واللي النمور الموجودة في السيرك الكل كلها يقلعوا لها النياب هذيك باش حتى كي تبدأ تفادلك مع المروضين متاحها ما يصيرش حتى ضرر.